قبل نتكلموا على هذه يزيد نتكلموا على كما كنا نتكلموا قبل على العلبه السوداء اللي هي غرفه الفار، لان كان قادر يكون كلام ما بين الحكام اللي في الفار والحاكم كازاما. انا نظن باللي كان هناك كلام، ولكن يقدر الحاكم ما يطبقش واش التعليمات تاع الفار، يقدر يسير في المقابله كما يراه يشوف فيها هو. هذا هو اللي لازم لا فيدراسيون تطلب يعني التسجيلات تاع الغرفه تاع الفار ما بين الحاكم. انا نظن في هذا الشيء.